الوضع الأمني في سوريا لا يزال متدهوراً رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ تطبيقه في 12 من نيسان أبريل الماضي. ففي مدينة حمص التي يسيطر معارضو النظام على أجزاء كبيرة منها، سمع دوي إطلاق قذائف وتبادل لإطلاق النار. في المقابل يؤكد قائد الجيش الحر في حمص أن قواته تعهدت بالالتزام بما ورد في خطة كوفي عنان لإنهاء الأزمة السورية. كان بحمص على منحين، منحى إنساني ومنحى العسكري. المنحى العسكري هو التزام باتفاقية كوفي عنان من قبل الجيش النظام، من قبل الجيش الحر. وفي الوقت الذي جدد فيه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون مطالبته بوقف إطلاق النار في سوريا، شهدت منطقة البصيرة في محافظة دير الزور مقتل 12 جنديا من قوات الجيش السوري بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، فيما قتل 10 مدنيين في وقت سابق في قصف للجيش السوري على قرية مشمشان على الحدود التركية.